اهلا وسهلا فيكم اصدقائي في حلقه جديده من برنامجكم نور شو للموسم الثاني ايران وسياساتها مع العرب ما هو دورها في دمار الوطن العربي لماذا تتدخل في العرب العرب الموجودين في ايران والعرب الموجودين خارج ايران رحبوا معي اصدقائي في ضيفنا من الاحواز الاستاذ رمضان الناصري اهلا وسهلا فيك استاذ رمضان في برنامجنا نور شو للموسم الثاني اهلا وسهلا فيك وحياك الله استاذ رمضان تعرفنا عن نفسك باختصار انا رمضان ناصري من اقليم الحواز المحتل من قبل ايران مواليد 1969 كنت اعمل في مجال الثقافه والسياسه في داخل الحواز. وسنه 2006 انسجنت وانحكمت من قبل المحكمة الثورة بتهمة محاربة الله ورسوله وانحكمت حكمت لي مدة ثلاثين سنة بغيت بالسجن ثمان سنوات ثم بسبب تدهور صحتي خرجت من السجن وهربت إلى تركيا وثم إلى أوروبا أخي رمضان حدثنا بداية عن الأحواز ما هي الأحواز الأحواز بلد عربي يقع شرق الضفة الشرقية من الخليج العربي وأكثر سكانهم عرب وتم احتلاله من قبل الدولة الإيرانية سنة 1925 مساحة الأحواز تغارب تقريبا 350 ألف كيلومتر مربع وسكان سكان الاحواز بين 8 الى 10 ملايين نسمه. الان موجودين في ايران؟ نعم موجودين في ايران. يعني هي دولة ضمن دولة؟ دولة ضمن دولة، لكن سياسيا الان تابعة لدولة ايران. تمام. طيب استاذ رمضان ما هي المطالبات التي يريد تحقيقها الاحوازيين في نضالهم ضد الدولة الايرانية؟ منذ الاحتلال إلى يومنا هذا وبسبب تجاهل الدول العربية والتعتيم الإعلامي على القضية الأحوازية من قبل الدول العربية ومن قبل العالم العربي والعالم الغربي أيضا بدأت الدولة الفارسية بطمس هويتنا وتغيير الديمغرافية ونهب ثرواتنا وتهجيرنا إلى مناطق العمق الفارسي فمنذ الاحتلال إلى يومنا هذا الشعب العربي الأحوازي يناضل من أجل كرامته واسترجاع حقوقه المسلوبة طيب ما هي نشاطات في المهجر؟ توجد أحزاب أحوازية في المهجر كثيرة من من ضمنهم والآن مستمرين في نضالهم وفي الداخل أكو مقاومة مستمرة في دحر الاحتلال لكن على امكانيات بسيطة بدون اي دعم خارجي طيب انت كعربي احوازي تحدثنا اكثر عن شخصك كيف تم سجنك ليش وما هي الاسباب اللي خلتك تطلع من السجن بشكل يعني اوسع شوي لو سمحت أنا سنة 95 ميلادي دخلت في مجال الثقافة المسرح نحدد المسرح جنابك ممثل المسرح نعم في مجال, مجال المسرح وفي مجال فننقل معاناة شعبنا من خلال المسرح طبعا ما يعطونا إجازة فكنا نؤدي المسرح في الشوارع أو المناسبات الدينية حتى نوصل صوت شعبنا إلى المسؤولين أو إلى العالم الخارجي بدت عملنا الثقافي مع الإصلاحات في إيران في زمان محمد خاتمي فكانت نوعا ما انفتاح قليل أعطوا للعرب في الأحواز أنه يجرون قليل من البرامج الثقافية. فنحن استقلينا تلك الفرصة وبدينا بنشاطنا الثقافي وأيضا السياسي وتوسعنا نطاقنا إلى كل الإغليم وبالأخص ركزنا على توعية الجيل الموجود في الجيل الشباب طبعا انتم هون بتحكوا باللغه العربيه بين بعضكم ولا بتحكوا باللغه الفارسيه؟ اللغه الفارسيه بالدوائر الحكوميه <applause> لهجتك العربيه ثقيله شوي عن لهجتنا نحن أه, نحن عرب بالبيت نتكلم باللغه العربيه لكن في المدارس اللغه العربيه ممنوع، في الدوائر الحكوميه اللغه العربيه ممنوع حتى التسميه التسميه انت مالك حق تسمي باسامي عربيه الا اسامي اسلاميه يعني مثلا لازم تسمي محمد علي حسين اسامي اللي يعطوه قائمه <applause> وانت تنتقم ما بين يعني انت ما حق تسمي مثلا عثمان او عمرو او عبيد يعني ممنوع هذا الناس يعني الاسامي العربيات في الاحواز ممنوعه يعني يعطيكم قائمه انه ممنوع تتجاوزوا هي الاسماء نعم نعم يعني <applause> إنت مرات اذا تروح مثلا تراجع للمدرسه وتصيح مثلا احمد عشر نفرات يصيحون احمد لان سامي ماكو مكرر يعني كلهن فرد اتجاه خاص ايوه ف بدينا المسرحي وتوعيه الشعب الحد الى سنه تقريبا 2004 انتم تبلشتوا بالعمل المسرحي بلشتوا باللغه العربيه نعم باللغه العربيه, باللغة العربية. بالشوارع. بالشوارع بالشوارع نعم بالشوارع ومرات نستفاد من مناسبات الدينيه يعطونا فرصة قليلة أن نعرض مسارحنا على خشبة المسرح بدأت بتشكيل مؤسسات إن جي أو اللي ما تسمى أي مؤسسات المحدودة فشكلنا مؤسسات في أنحاء مختلفة في الإقليم امتد هذا العمل حتى سنة 2004 سنة 2004 تسربت وثيقة من دفتر رئاسه الجمهوري الايراني محمد خاتمي من معاون الرئيس محمد خاتمي اي ما يسمى محمد ابطحي. وهذه الوثيقه تدل على ان لازم تتخذون هذه العشر خطوات من اجل تهجير العرب وتغيير الديموغرافيه واستبدال العرب بقوميات اخرى. تغيير ديموغرافي؟ نعم تغيير ديموغرافي. فمن تسربت هاي الوثيقه واحنا نشرنا هاي الوثيقه مع اوساط شعبنا سنه 2005 صارت ثوره عارمه في الاحواز في كل مدن الاحوازيه تماما 2005 ومعروفه بثوره النيسان في نيسان 2005 نعم فبدينا بمظاهرات سلميه وطالبنا الاعتذار من الحكومه لكن الحكومه بدل ان تعتذر من الشعب العربي الاحوازي ردت بقوه السلاح ادت الى استشهاد ما يقارب 50 الى 60 شهيد في الشوارع في المظاهرات واعتقال ما يقارب مئات النفرات ومن جمله اللي اعتقلوهم انا اعتقلونا سنه 2006 بسبب نشاطك؟ بسبب نشاطي والمشاركه في المظاهرات. بعدين من تم اعتقال كثير من شبابنا في من 2005 الى 2006 وصدر بكثير من شبابنا حكم الاعدام ما يقارب بسنه 2006، تم اعدام ما يقارب ثلاثين نفر من اصدقائي اللي كنا في المظاهرات، تم اعدامهم والباقيه صدر عليهم احكام من خمس سنوات الى المؤبد. ومن جمله انا صدر علي حكم 30 سنه والنفي من البلد. والاتهام كانت هو يعني اقدام على أمن الغوم الايراني ومحاربه الله ورسوله. اكو حجه يعني انه محاربه لانك انت يعني التهمه محاربه الله ورسوله ورسوله. لان النظام أي الايراني النظام الايراني يعتقد آه. هو ولي من 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 الله سبحانه وتعالى الارض، فلازم هو وكل من يحارب آه هذا النظام الولاية الولاية فهو محارب الله ورسوله ويصدر عليه الحكم فصدر عليه الحكم بتهمة محاربة الله ورسوله وثلاثين سنة ونفوني من من الاحواز الى العمق الفارسي فبقيت في مناطق الجبلية احنا مناطقنا سهلية ومناطق حارة نفوني الى منطقة باردة وجبلية فبقيت ما يقارب ثمان سنوات في السجن ثم تحكينا شو عن السجن والله السجن مأساة السجن مأساة يعني أولا الاستخبارات الإيرانية تتعامل مع السجناء بوحشية من أخذ الاعتراف بغيت في الاستخبارات الإيرانية ما يغارب خمس أشهر بالانفرادي يعني وحدي في قرفة زنزانة صغيرة و بد يعني جروا علي أنواع وأقسام التعذيب الممنهج <applause> نفسيا جسديا يعني والتهديد والشتائم بما تريد يعني بما لما بده منك اعتراف بشتى الوسائل لازم يخليك تعترف فيه. لازم يخليك تعترف وتبصم على شيء اللي انت من عامله <applause> بعدين تبصم عليك وياخذونك تالي بعدين محكمه سوريه والقاضي يسالك هل انت عامل هذا تقول له انا ما نعمل تقول له انت مبصم وكل شيء معترف انت مبصم عليه ياخذ بالقوه من عندي يقول له لا خلص انتهى هذا الحكم عليك ولازم صدر عليك الحكم ما هو بيجي القضاء ضد الشخص مباشره خلص بصمت بصمت, تحت تحت القتل ما, ما عندهم مشكله ما تمشي المشكله طبعا في السجون الفارسيه بالدوله ايران كلا يعني اولا بكثره السجناء الموجودين المخدرات الموجوده في داخل السجن يعني الانسان يصير عليه سجن مضاعف عالية. يعني انت لازم تعيش مع ناس اللي لهم ثقافتك ولا هم من عندك ولا يعني نعرف لغتهم بس لهم ثقافتك ويعيشون في حاله ثانيه وهذا يصير عليك السجن مضاعف عليك يصير. شيء ثاني الليبي هو عدم وجود امكانيات صحيه في السجن، يعني ماكو شيء يعطونك مجرد حبه او اذا سخنت او شيء اكثر مهم من هذا لازم. والامراض المصريه اللي موجوده في السجن. امراض كثيره في السجن موجوده لان عدم وجود صحه كافيه للسجن كان في اطباء يجوا يجوا اطباء لكن يعاينون الطبيب يعاين للسجين بعنوان جرثومه الاجتماع للاسف يعني رغم انه هو غاسم قسم انه يعالج الناس مهما كانت شخصيتهم مهما كان اصولهم مهما كان لونهم قسم لكن مع الاسف طبعا. طبعا التعامل مو بس معي انا حتى مع الفرس اللي كانوا سجناء هناك نفس الطريقه نفس الطريقه يتعاملون معهم كانوا يعني هلا ما بفرق شيء عن النظام العربي نفس الشيء يعني نفس نظام بشار الاسد و... هو نفس هذا بمحتوى ديني وهذا بمحتوى شيء ثاني هذاك تغطيه دينيه هي تغطيه علمانيه علمانيه هذا شيء ثاني لكن هو المحتوى نفس الشيء المهم هو لازم يحكم مهما كانت الدكتاتوريه مهما تعذيب كان هو تعذيب يختلف يختلف بنوعيه المحقق اللي يتحقق معك هم تعذيب عندهم بالاستخبارات طبعا اذا كانت محققك من حرس الثوري فالكيبل والصوت يعني دق هذا بدون مزح وياك معك لكن الاستخبارات الايرانيه لا الاستخبارات الايرانيه عندها نهج ثاني يعني في ضباط من الحرس الثوري هن لازم يكونوا موجودين في السجن عشان يحققوا مع الناس هو في ايران استخبارتين موجودتين وحده تابعه لحرس الثوره ووحده تابعه للدوله ايوه يعني احنا بايران عندنا اثنين استخبارات مو وحده نحن عندنا 73 جهاز استخبارات <تصبح> لا لا هذا طبعا هذه الاصليات لكن الفروع هنا كثيرات بكل مدينه لها فرع لكن الاستخبارات الايرانيه عندها من نوع من السياسه الملائمه و تتعامل معك بالشيء الثاني لان هي عندها مجربه كثير اكثر من حرس الثوره لكن حرس الثوره هذا مسكوك يعني بشعه هن اعلى انواع العذاب بتلاقيه بالحرس الثوري بحرس الثوري الحرس الثوري, الثوري اللي هن تابعين للبيت الرهبري للبيت الرهبري اي ولايه الفقيه ايوه اكو مؤسسه في ايران اسمها بيت الرهبري وكل حراس الثوره وكل المؤيدين للنظام ينتمون لهذا البيت وياخذون استشاراته وكل تصديراته وكل الافكار يصدر من هذا البيت. فبقيت خمسة اشهر في الزنزانات الاستخبارات ثم نقلونا الى سجن كارون المركزي في مدينه الاحواز. ما يقارب تقريبا 20 شهر بغيت لكن كان مأساة في سجن كارون انه الاكل يعني مجرد انه اسمه اكل انه يعني لازم تتامن نفسك باهلك لازم يدفعوا لك مصاري ويدفعوا لك فلوس حتى انت تقدر تشتري داخل السجن لكن الاكل اللي يعطونه اصلا مو صحي يعني ما يعني هذا والامراض اللي كانت موجوده هناك وكثير الناس من عندهم بالاخص الاخص من يعني مرض السل اللي موجود كان في سجن كارون وكثير من الشباب اللي ماتوا بسبب الامراض المسريه كالإيدز موجود في السجن في موجود في إيه نعم موجود في السجن الايدز موجود الهيباتيد موجود والسل موجود كان في سجن كارون وحسب اللي لما ما صار عليه انتقادات كثيره سجن كارون الحكومه انجبرت انه تسكر هذا السجن وتنقل السجناء الى سجن جديد الان في الاحواز أه. لانه كثير صيته كان سيء والمعامله سيئه فنقلوا السجناء الى خارج المدينه وبنوا سجن اكبر طبعا. للاسف للاسف بنوا <applause> في سجون تسع البشر اللي عم لا, لا, لا بدل ما يبنون مدارس للشعب يبنون سجون اكبر للاسف فبدي بغيت في سجن كارون لمده سته اشهر وكل فتره بحجه انه عندنا تخلف او شيء يدخل علينا الحرس السجن ويفتش اغراضنا لكن من يفتش اغراضنا من تعمد يخلط كل شيء لأغراض الموجوده عندنا والاهانات والضرب والشت من قبل حراس السجن طب ما هدول مسلمين وبيحكوا بالاسلام و... وين الاسلام والمسلمين في ذلك الوقت والله على... عم نحكي انا على ايران ايران يعني ايران مو هي دوله اسلاميه هو مجرد كلمات اسلاميه ولا بال... بس بالاسم بس بالاسم لكن بالفعل بالفعل ماكو شيء ماكو شيء باسم منه تطبيق الاخلاق الاسلاميه او الاخلاق المروه لا ماكو شيء هاي في هذا هذه ادلات كافيه عن انتهاكات الاحتلال بحق الاحوازيين اه اللي جرت من اه بعد الاحتلال سنه 1925 الى يومنا هذا ومن عندهن اهم انتهاكات اللي صارت في حق الاحوازيين هو تغيير اه اسم مدننا المدن الاحوازيه تغيرت اسمها من العربيه الى الفارسيه مثلا من اثناء اول اول الاحتلال نعم بدا بلشوا يغيروا اسماء اسماء المدن المدن الموجوده المدن في, في, الأحواز في, في الاحواز كم مدينه موجوده في الاحواز؟ ما يقارب 25 مدينه كبيره وبعض مدن الصغار يعني مساحتها كثير ضخمه ضخمه كثيره نعم فبداوا بتغيير مثلا مدينه المحمره حطوها اسم خرمشهر عبادان آبادان الاحواز بالهاء يكتبونه وحتى على سيرة الهاء والحاء ليش بيقولوا أهواز ما بيقولوا أحواز؟ لأن الأحواز هو كلمة عربية من تجي من الحوز يعني الحوزة <applause> آه فباللغة الفارسية ما يتلفظون الحاء فيتلفظونها هاء وكثير من هذه الأسماء فالحويزة يتلفظونها هويزة وغيروا غيروا اسمها مدينة السوس بدلوها إلى شوش تستر بدلوها إلى شوشتر الفلاحية بدلوها إلى شاذقان وكثير من المدن الاخرى اللي بدين. و ابرز ابرز الانتهاكات اللي انتهكتها الدوله الايرانيه ضد دوله الاحواز هو ابرز الانتهاكات ابرز إن هو طمس هويتنا العربيه <applause> وتفريس مدننا وتف... <applause> و... تفريس مقصود انه يجعلوها فارسيه نعم تفريس مدننا انت مثلا نموذج من عندهم انت اذا كملت دراستك ودخلت الجامعه وخرجت من الجامعه العربي ما يقدر يدخل في مراكز الحساسه لتعيين القرار في الدوله الايرانيه. هذا ممنوع ممنوع الطيران ممنوع على العرب ابدا 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 الطيران الطاقه النوويه الطيران المدني يكون ايراني ايراني فارس. ايراني خلص هذا ممنوع على العرب. في المؤسسات التابعه والشرايك الكبيره المدونه موجوده ممنوع حتى في المسؤولين الاساسيين في مفاصل الحكومه في داخل اقليم الحاز مثلا المحافظ ما يكون عربي الا فارسي ممنوع ممنوع هذا تسميه المدن كلها الشوارع كلها مدن فارسيه بلا تلقى لك الا الاحياء القديمه اللي باقيه على ألسان الشعب باقية باسم باللغة لكن باجي اليوم ما شارع باسم شارع عربي طيب كشعب إيراني كشعب مو كحكومة بحب الشعب الاحوازي في تعامل في تزاور في تزاوج بين بعض الا بيكرهوا بعض او في مشاكل بين بعضهم لا لا هي اكو مدن حدوديه مع الفرس هناك كشعب كشعب فصار بينات طبعا هي سياسه ممنهجه كانت فبدت الدولة الإيرانية ببناء منشآت ضخمة اقتصادية في الأحواز مثل صناع الصلب ولا تنسى شيء انه 80 الى 90% بالمئة من النفط الايراني موجود في الاحواز والقاز ايضا ثلث من مياه ايران موجود في الاحواز أه. فهذا ادت الى انه دوله غنيه وهي هي لايران نعم نعم شعب احنا عندنا مصطلح شعب فقير على ارض غنيه يعيش ميزان البطاله بين شبابنا ما يقارب 60% بالمئة من شبابنا عطالين 60% 60% كلهم مع من العمل ليش لان يجيبون عمال من خارج الاقليم اها في الشرايك الموجوده في الاحواز الشركات الموجوده موجوده هناك سالت على الانصهار والاندماج طبعا هاي السياسات ادت الى تهجير القوميات الاخرى وبالاخص القوميه الفارسيه الى الاراضي الاحوازيه ادت هذا الى مناطق الشرقيه بالاخص في أغليم الاحواز الى انصهار كثير من مدننا في المناطق الشرقيه فقدت هويتها العربيه وانصهروا خلاص صاروا فارسيين صاروا فرس نعم لغه ودراسه لغة لكن هم يدرون برواحهم يعني اذا يقول لك انا عربي لكن ما يقدر يتكلم ولا يؤدي دور وطبعا الاحواز هي منطقه سنيه صح؟ آه لا آه شيعة كثير بها سنة أيضا بها و من قديم من قديم نعم كانوا شعب سنة بها وعدنا آه طائفة صغيرة يسمونهم الصابع وهم يتبعون إلى آه نبي الله يحيى عليه السلام مه. طيب ليش الأحواز العربي آه مالوا هالإعلام الظاهر مالوا هالقنوات مالوا هالانتشار يعني الناس تعرف مين هي الاحواز, الأحواز على فكره نحن بس بنسمع عنها سمع نحن بنعرف انه اهواز فليش التكتيم الاعلامي على هالدوله هي في زمن الشاه الشاه كان شرطي المنطقه وعنده معاهدات قويه مع الدول العربيه فتم التكتيم الاعلامي على الاحواز من قبل الدول العربيه بالتعاون مع الدول العربيه بالتعاون مع الدول العربيه تكتيم اعلامي كامل على قضيه الاحوازيه <تصفيق> العرب <تصفيق> نعم <applause> مع <مالأسف. تصفيق> الاسف مع الاسف للاسف <applause> ومن بعد سقوط الشاه ومجيء الثوره الايرانيه الجديده الاحوازيين رحبوا بهذا انه ياخذون حقوقهم ولو بسيطه لكن رغم ذلك انه الدوله المركزيه في طهران خالفت حتى تدريس اللغه العربيه في المدارس من جاءت من من يعني رغم ان الدستور الايراني يؤكد انه كل القوميات لازم بجانب اللغه الفارسيه يدرسون اللغه العربيه او لغه الام طبعا في ايران خمس قوميات موجوده هم الاتراك الاذريين اللي هم كثره ما يقارب 20 مليون والاكراد والعرب في الاحواز والبلوش وقله من التركمان والباقي فرس يعني اذا تريد مجامل انه نصف نصف جمعيه ايران هم قوميات فحتى القانون الايراني نص على هاي انه يدرسون الماده في المدارس لكن الدوله ما استجابت الى مطالبات العرب. وادت الى مناوشات كثيره ما بيننا وما بين السلطه المركزيه وثورات كثيره وكل ثوره تقمعها بقوه السلاح. كل ثوره كل ما لها. تقوم ثوره السلاح والدواء. اي واخر ثوره اللي صارت 2017 و 2018 هي ثورة الكرامة وثورة العطش لأن سياسات الدولة الإيرانية باتجاه المياه الموجودة في الأحواز هو نقل المياه وتحريف أنهار الأحواز إلى العمق الفارسي وأدت هذه النتيجة. أها يعني هي حاولوا يقطعوا عنكم المياه تحوير المنابع المي إلى داخل ايران وحرفوه ايضا حرفوه الى مدن فارسيه مم. مثل اصفهان مم. وكرمان ويزد حرفه هذا واليوم التصحر وتجفيف الاهوار في الاحواز موجوده والتلوث زاد الاف المره في الاحواز بسبب انه الاحوار الموجودة كانت وبيئه كانت محميه لكن اليوم الاهوار في الاحواز جفت جفت بالأسف. انه اصبحت انه التلوث التراب اليوم اللي موجود عندنا وكثير مهم. شعبنا الان وكثير من الناس هاجرت بسبب التلوث الشديد للتراب الموجود في الاحواز طيب اعداد المهاجرين من احواز كم بيبلغ العدد اللي هاجروا برات الوطن ابدا أه برا الوطن ما يغارب ما عندنا احصائيه رسميه لكن تتراوح ما بين أه 30 الى 50 الف نفر خارج الاحواز يعني خارج خارج دولة ايران وخارج خارج الأحواز. دولة ايران كلها لكن في العمق في دولة ايران لا كثيرين لان في الحرب الايرانيه العراقيه وكل الحرب صار في منطقتنا مه. كل الحرب صار في منطقتنا ادت الى اعطينا ما يغار في الحرب الايرانيه العراقيه 24 الف قتيل من الأحوازين مه. ادت هاي الكارثه الى تهجير الاحوازين للعمق الفارسي ولا الى يومنا هذا ما رجعوا لان البيئه اللي كانت في الاحواز موجوده ما بنت المدن اللي تدمرت في خلال الحرب الايرانيه العراقيه ما بنت مثل المحمرة والعبادان والبسيتين والخفاجيه ولا يزال مدمره من بعد 30 سنه رجعوا اهاليتها شافوها مدمره رجعوا ردود الى العمق الفارسي هي كان طيب اخر كلمه استاذ رمضان تحكيها رساله توجهها الى الشعب الاحوازي آه رسالتي موجهه الى شعبنا استمروا في مقاومتكم ونحن آه هنا نكون لكم صوت آه صوت لكم في المهجر الله يعطيك العافيه وشكرا لهذا اللقاء اللطيف والمختصر طبعا الاحواز هي منسيه وغير معروف آه آه شيء عنا غير هلا جنابك اللي حكيته الان انت ابن البلد وانت بتقدر ادرى الناس فيها فبتمنى انه الاعلام ياخذ دوره في انه يسلط الضوء على الاحواز العربي وان شاء الله رح بجهودكم وجهود الشباب الموجوده من الاحوازيين اللي هاجروا ايضا برات البلد رح يتحقق هذا الشيء باذن الله سبحانه وتعالى لكن بالصبر والاستمرار وهيك اصدقائي بتكون انتهت حلقتنا لهاليوم سلطنا بعض الضوء على الدولة دولة الاحواز العربية ان شاء الله بنشوفكم في حلقات قادمة وانا مني سلام عليكم